مرحبا. اليوم بدنا نرفع لربنا الوهم. القديسة مريم يسوع المصلوب اللي احنا بكنيستها كانت تضل تطلب من الروح القدس انه يحميها من الوهم. الوهم هذا بيبني جواتنا بمخيلتنا وبذاكرتنا عمارات كبيرة. يعني القصة بتكون هالقد بيعملها بلد. المشكلة بتكون شيء بسيط بيعملها عالم. وندخل بالوهم. وشيطان بيساعدنا إنه نسقطه بكتير أشياء وكتير خطايا عن طريق الوهم. علشان هيك دايماً إحنا منصلي منقول يا رب أعطينا روح التمييز. أعطينا روحك القدوس اللي يرافقنا ويخلينا دايماً عندنا هالنور اللي ما نوقع فيه في الظلمة وما نوقع فيه في الوهم. مع القديسة مريم يسوع المصلوب بنقول له يا رب احمينا من كل شر ومن كل وهم، وخلي حضورك دائماً فينا مشع بالحقيقة. إليك نرفع يا رب فأعن واستجب.